اللي قدامنا دي زرعة الخس. فالخس احنا بنزرعه زي شتلة كده، بنجيبها وبتتزرع، وبعدين بترجع تنقل الشتلة دي وتسيب مسافة ما بين زي كده شبرين أو شبرة ما بين كل خصاوي والتاني، وتلاقي يطلع معاك الخس بالشكل ده. انت ممكن تسيب خاصة في الآخر تعمل زي تقاوي. شايف الخاصة اللي ظاهرة هي ما هنا معانا دي، ديت خاصة كبرت، وبعد ما بتكبر خالص بتبدأ تعمل تقاوي. انت بقى بعد ما بتكبر خالص بتنشف الخاصية دي، وبعد ما هي أصلا بتنشف وتاخد التقاوي دي تسيبها تنشف شوية، وتبقى تاخد البذور وتزرعها بعدين. ده عموما في زرعة الخاص. ومفيش حد ما بيحبش الخاص، سواء هتحطه على سلطة، سواء هتاكله في أي حاجة. والخص الطبيعي اللي مزروع من غير أي حاجة طعمه ما يعلاش عليه.